هذا الفضاء، هذا فضاء جد رائع، وهذا يعني كنا كنتسناو هذه مدة باش يتفتح لوليداتنا الكبار والصغار. في الحقيقة شنقول لكم، كيستحق أننا نحافظوا عليه لأنه منتزه في المستوى، فما دار إلا وباش يكون واحد الراحة النفسية ديال وليداتنا وديالنا حنايا. في حق رائع رائع، يعني فيه كاع المرافق، فيه الألعاب، فيه طبيعة، المناظر الخلابة. وكنتمنى من الناس القنيطريين يحافظوا لنا عليه وعلى النظافة ديالو. بالنسبة للمنتزه زوين، يعني داروا فين الدراري الصغار يلعبوا، داروا الناس اللي بغاو يخرجوا، يعني زوين ونقي. كنشوفوا الناس نقيين، كنشوفوا كاينين بزاف الحوايج اللي زوينين داروا هنايا في المنتزه. زوين صراحه، داروا لهم شي حوايج اللي زوينين، يعني ما غيجيهمش الملل، شي حوايج اللي يلقاو فين يلعبوا، يلقاو فين يلهيو الوقت. داروا لهم شي حوايج زوينين صراحه. هو بارك زوين، فين كنلقاو لاسباس فين نلعبوا، فين نتلاقاو، فين نلعبوا بالسكيت، حيت صراحه ما كانش عندنا فين نلعبوا شحال هادي سكيت، لي رولور، سكوتر، اي حاجه. اول بارك في قنيطره وصراحه مزيان، ما كاين حتى مشكل، غير هو كاين شويه ديال لورغانيزاسيون خصها تزاد.